نقوم بعملية إطلاق ما يقارب من 150 غزال، منها صنفين. الصنف الأول هو 100 غزال للريم و50 غزال من نوعية مها، حيث أن هذا الأخير كان يعيش في منطقة البيض إلا أنه انقرض تماما. إذا نحن نطلب من جميع السكان والقاطنين بجوار السحاري أو الصيادين بصفة عامة أن يساعدوا على هذه في تكاتف وتكاثر هذه الحيوانات التي هي في طريق الانقراض وعدم المساس بالبيئة الصحراوية.